قابل من فرس أو من مصدر فقط جد بنيابة الحرب. الفاعل له نائب أول وله ثلاثة نواب آخرون. قال وقابل من ورف، الورف الذي يقبل النيابة عن الفاعل بنيابة حقيقة، والجار والمجرور كذلك والمصدر كذلك. يقع الظرف نائب عن الفاعل إذا كان متصرفا مختصا. ضبطنا؟ المتصرف هو الذي يقع في أوجه الأعراب المختلفة، لا يلازم الظرفية. كرمضان تقول صيم رمضان، صيم عاشوراء، ظرف متصرف. بخلاف أمام وخلف ويمين وقدام وقط وعوض وإذا لا تخرج عن الظرفية، إذن لا تصلح أن تكون نائب عن فاعل، لأن شرط النيابة عن فاعل قبول الرفع. ومختص لا بد أن يكون في التحدي عن فائدة، لا تقول صيم يوم ليس في فائدة، كلمة صيمة تجعله يقع الاختصاص والفائدة إما بتعريف صيم رمضان أو بإضافة صيم يوم حار، قصد معت صيم يوم حار، أو بإضافة صيم يوم الجمعة يوم الاثنين. هذا انتهى من الظرف. أو المصدر، المصدر يقبل أن يقع نائب فاعل، يقع النيابة إذا كان متصرفا ومختصا، نفس العبارة. التصرف قبوله كونه لا يلازم الانتصاب على المفعول المطلقة، سبحان الله أو الحان الله معاذ الله، لا يقع أي منها نائب فاعل لأنه ملازم على الانتصار على المصدرية. تقول هجم هجوم عنيف، هجم الهجوم، هجم هجوم الأبطال، حصل الاختصاص بنعت أو بإضافة أو بتعريف. والبصر متصرف يقع في وجه الأرض، تستطيع أن تجعله فاعلا ونائب فاعل. نمثل رمضان الذي قلناه أولا، نقول رمضان شهر كريم وقع مبتدا، أنت أحببت رمضان نقول به، انتظر إلى رمضان وقع مجرى، وقع في وجه الأرض مختلفة ولم أرى تصرفية. أو حرف جر أو مجرور حرف جر، كان عليك عليه أن يقول أو مجرور، لأن هذا مذهبه أن النائب عن الفاعل هو المجرور، وقال بعضهم الجار وقال بعضهم ما معه ولا أسهب. كذلك يجر يقع المجرور نائب فاعل إذا كان متصرفا ومختصا. التصرف ألا يجره حرف جر يلزم حالة واحدة كالواو والباء والتاء التي لا تسمى لها القسم، وكخلاء وعداء وحشاء التي تخص بالاستماع، وكرب والكاف التي لا تجر إلا الظاهرة، والكاف التي لا تجر إلا الظاهرة، ومنذ التي لا تجر إلا الوقت. كل هذه مجرور هذه الحروف لا يقعون على الفعل. مثال ذلك تقول كتب بالقلم، الباء حرف متصرف يجر الظاهرة والمضمرة والمعرفة والمنكرة. وتقول جلس في الحديقة، جلس في الحديقة كتب بالقلم وهكذا، ويكون مختصا، تختص في التحدي عن الفائدة. لا تقول جلس في حديقة، هذا ليس مختصا، تقول جلس في الحديقة حصل الاختصاص بالتعريف، جلس في حديقة واسعة حصل بالنعت بالوصف، أو جلس في حديقة المنزل حصل الاختصاص بالإضافة. أنا كل معنى قولي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة، أي كل مثل واحد. ولا يلوذ بعد هذه المجد مفعول به، يقول الفقهاء يا حضر ما بطل التيمم، إذا وجد المفعول فهو أحق. تقول ضرب زيد في الحديقة يوم الجمعة ضربا شديدا، لم يقع أي منها نائب فاعل لأن المفعول وجد. هذا ما قولي ولا ينوب بعض هذه وجد، وقد يرد مع ذلك قد يرد. مثال ذلك قراءة بعضهم قل للذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله لجزاء قوما بما كانوا يكسبون، قالوا النائب عن الفاعل بما كانوا يكسبون والمفعول ببقي منصوبا. قال لم يعن بالعلياء إلا سيدا، قال نائب الفاعل بالعلياء وسيدا بقي منصوبا. قال وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، معنيا اسم مفعول يرفعه نائب الفاعل، وقال نائب الفاعل بذكر وقلبه بقي منصوبا مفعولا به. وقال بعضهم لا شاهد فيه لأنه ضرورة شرعية. وباتفاق
حق قد ينوب الثاني منه باب الكساء فيه. باب كساء وأعطاء وسالة أفعال تنصب المفعولين ليس أصلهما للمبتدا والخبر، فتقول أعطى زيد درهما وتستطيع أن تقول أعطي زيدا درهما، جاءت الثانية نائب فاعل لا شيء فيه. واتفاق قد ينوب الثاني من باب كساء فيما التباسه إن التباسه تقول أعطيت زيدا عمرا، أعطيت زيدا عمرا، كل مما يصح زيد شخص سألك وعمر عبد عندك أعطيته له، كل ما يصح أخذا ومأخوذا، فتقول بسهولة أعطي زيد عمرا الذي رفعته هو الآخر بالمعنى هو الفاعل بالمعنى. إذا لا يجوز أن تجعل الثاني نائب فاعل لأنه يقع لبسه، يظن أنه الآخر وهو مأخوذ. مثال ما لبس فيه كوسية زيدا جبة لا لبس فيه، الفاعل ما وضع في باب ظن وعر ما اشتهى. قالوا باب ظن لا 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 يجعل فيه المعول الثاني نائب فاعل، تقول ظن خالد عمرا شجاعا، لا تقول ظن عمرا شجاع. قال ابن مالك هذا ما قرر المحاسب، وقال ابن مالك انا لا امنعه اذا لم يكن هناك لبس، لو وجد لبس كيف يقع اللبس؟ تقول ظننت زيدا خالدا، لاحظ ان زيد مشبه بخالد، لاحظ ان الشرف لهذا، ظننت زيدا خالدا. اذا قلت ظن زيدا خالدا صار مشبه هذا، هذا وقع في لبس، اذا عليك ان تجعل مشبه نائب فاعل، فتقول ظن زيدا خالدا، واضح؟ أنا قوله باب ظن وارى ما اشتهر ولا أرى من عنده قصده، كذلك أرى نسيت أقولها، أرى كما ترى النصب ولا المفاعل، تقول أرى خالد عليا الحق واضحا، أرى خالد عليا الحق واضحا، قال لا تجعل الحق نائب فاعل، لا تقول أري خالدا الحق واضحا، قال لا يجوز هذا، قل لا تقول لا حرج فيه. لكن لو قيل لك أرى خالد عليا محمودا سعيدا، محمود من سعيد؟ قال لك هنا يمنعه. وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محقق. ما سوى النائب، العامل في العربية يرفع معمولا واحدا وينصب بلا حدود ويجر معمولا واحدا، فتقول سير بزيد يومان مرسخان سيرا طويلا، يومان ظرف زمان، مرسخان ظرف مكان، سيرا طويلا مصدر، نصبت الجميع لأنك جعلت بزيد هو نائب الفاعل، وتقول سير بزيد كيف قلت؟ يومين أنا قلت البرز بلغة. سير بزيد يومين فرسخين سيرا شاهد أصل وما قلت هو خطأ، وتقول بعكس ذلك سير بزيد يومان فرسخين سيرا طويلا، جعلت ورف الزمان نائب فاعل، وتقول سير بزيد يومين فرسخان سيرا شديدا، وتقول سير بزيد يومين فرسخين سيرا شديدا، اللي جعلته نائب فاعل والبقية صفر.